السلام عليكم. يا كرياكو ايه اللي اخرك؟ ابدا يا سيدي، وانا جاي فوق وماسي في الجو بالطياره فجاه كاوتش فسه. كاوتش هو اللي فسه؟ ايه ده؟ بصراحه لا، هو طلع العيب مش في الكاوتش، طلع العيب في البنزين. الطياره قطعت بنزين، نزلت انا والركاب بقى فتحنا باب الطياره قعدنا نزق الطياره حضرناها على جنب عشان لو في طياره جايه من ورا تخبطش فيها، اصل ده طريق وان واي بقى يا سلطان. المهم واحنا ماسيين في وسط السما قول قابلنا مين؟ مين؟ سما المصري. قابلناها قالت لي احمد السبسب ضاع، قلت لها لا السبسب بتاعك في الحفظ والصوم ما تقلقيش. المهم خدت زركن البنزين ورحت على البنزينة هناك. بنزينة ايه اللي في الهوا؟ بنزينة أنز هوا دي بتاع السعيد الهوا. المهم انا لقيت سعيد الهوا هناك، قلت خلاص مفيش داعي للبنزين، خدت سعيد الهوا ادانا واحد امبليف عامل فرقعة في السكمر ورا مسيت الطيارة بقت زي الفل. جيت هنا بقى وعايزين ننبسط. يبقى يستاهل الموت صح؟ انا اسف لمسألك، انا اسف. عموما يعني يا مرحب بيك واهلا وسهلا ومنور. وعندنا ايه ده؟ في ايه؟ عندنا دلوقتي استعراض هنقدمه لكرياكو. حاضر يا مرحبا. اتفضل يا كرياكو. حسنا عندنا اللي هنا اللي هنا نقعد هنا. اتفضل. حسنا تولع سيجارة؟ معلش لا، يعني ده جزء من الشو بنعمله ترحيبا بيك يعني. اتفضل يا سنبل أغا. يلا. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، الكلمة جت هتزيد وعارف العكس تسوق. ارفع ايدك فوق. يا كلب في ايه؟ انا الكابوري يا حلمي بحر. انا جايلك يالا. انت ايه يا عم؟ جايلك. انت ايه انت؟ من مباحث اداب الميه. تعالى تعالى ما تخافش يا عم سيدي. يا عم تعالى ما تخافش. في ايه؟ رياض يا هيما اللي جايبك هنا. يا جابر في يا جابر؟ ساب مصر وجاي تركيا تعمل ايه يا ياد؟ هنا الفلوس كلها ياد، ناخد الفلوس ونرجع مصر يا شباب. مصر احلى من هنا. هنا الفلوس مصر اكتر. فيها الفلوس. فلوس ايه؟ مصر ياد تحط المليون على المليون تبقى مليونير، هنا هتحط الدينار على الدينار تبقى ايه؟ تليودير. تليودير كبير. ايه يا تلم الفلوس هنا الدينارات وبعد كده لما ترجع بقى. بس مصر يا ام الدنيا. بس هنا الدينارات اكتر. لكن ام الدنيا هنا الدينارات تربها تبقى كتير معاك. ام الدنيا يا ابن ام الدنيا. بس الدينارات هنا اكتر. ام الدنيا مصر. ام الدنيا انا عارف. خلاص يا عم انا اقتنعت، انا هرجع مصر. بس انا في بنت بحبها في تركيا ما اقدرش اسيبها. طب ومصر؟ ام الدنيا ايوه حبيبي. أبيب هجيب شامبو بسرعة. وبالطريقة دي هقدر أدخل قبرص واحتلها على طول. السلام عليكم. السلام. أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقوله، أنا ما أعرفش أكلم تركي. عموماً سموك بتفضل جوه عند الحرام لك فيروز معاه يتبسط عشان بعد كده أكل هناكل. فضل. اكل يلا اكل فضل. ناكل اكل يلا بينا يا شكري. عاش يا سلطان البلاد، ابن انت ابن شداد. عاش يا سلطان يا تبسي. انا سيبه يا شكري مالكش دعوه بيه. يا اخي يا ما تزعل.
سيبه، معلش معلش. بس يا ابني، بس يا حبيب، بس يا باب، بس يا حبيب، بس. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. يعني انت مستحمل موسم كامل؟ صل على النبي. خلاص خلاص، اخر رواية، ما حدش يعمل معاك كده. والله احسن واحد عندنا الولد ده. والله ما اعرف ابدا ان هو مجنون. ده مجنون، ده خد الواد نزل بيه. انت عبيط ده، ما تعرفش ان هو. معلش معلش، ما احنا اسفين. تعال اعمل السلطان، خد تعال. يلا يلا، اتفضل اتفضل اتفضل. تحب نقفل الستاره ولا حاجه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده؟ وايه النازله اللي نزل بيها يا معادي؟ عمل لي تبلت يا ام سلام. معلش معلش. حاضر حاضر، وبراحتك يعني، براحتك او باي سرعه، براحتك. فاكره عادي؟ وانا عملت ايه في الاكل؟ حطيت في السم كله. حطيت السم في الاكل؟ اه. مفيش اي صنف ما فيهوش سم بحيث ان انا اكل منه؟ لا، كله في السم. مش اشكال الاكل، العصير. انا عايز كوبايه عصير وتزود فيها السم. اه. وكوبايه تانية من غير سم، انا هشرب اللي من غير سم. طب ما احط سم في الاثنين. انت عايز تخلص مني يعني؟ ايوه. خلاص حط سم في الاثنين، بس عايزك بقى تعمل اثنين مختلفين عن بعض. واحد اعمله كانتالوب وواحد اعمله كيوي. كيوي وايه؟ كانتالوب. طب هو في سؤال، هو الكانتالوب ده كانتالوب ولا كان ايه؟ هو كانتالوب، هاته واعصره وحطه وحط فيه السم. ماشي. يلا شكرا. ماشي. ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه. دي جت منين دي؟ اتفضل. يلا اطلع معاه، اطلع معاه. انا اسف يعني، بعد اذنك يعني. طيب. ماشي ماشي. تعال تعال تعال، اتفضل تعال تعال تعال. احنا اسفين يعني، اتفضل اوقف هنا. اتفضل. دستور. اه قائد الدرك. دستور يا جناب السلطان العظيم. يا دي الفنون الشعبية اللي انا فيها. فنون شعبية ايه يا مولاي؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ انا شفت حاجة. لا كده رسمي يعني. مولاي. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي عملت ايه في الراجل الخاين اللي كان جاي عايز يقتله؟ لسه ما عملتش اي حاجه يا مولاي، لكن اكيد هعمل، ولازم اقبض على المتآمر عشان يعمل كده. واقبض عليه بقى يا مولاي. لو قبضت عليه وقتلته انا هجوزك خديجه اختي. بتتكلم بجد يا مولاي؟ انا عمري هزرت قبل كده؟ هتجوزني خديجه؟ ايوه. اذا لازم ارقص رقصه الفرح في رمضان. وده أعقل واحد عندنا يعني. خلاص وافقت هتتجوز خديجة، بس الأهم تجيب لي المتآمر. أنا عايز أقول لك على حاجة يا جلالة السلطان. فضل. مفيش أي متآمر، أنا اللي عملت كل ده وخليت متآمرين كتير حواليك عشان تفضل تخاف وتفضل في احتياج ليا. إيه ده يعني؟ مفيش حد عايز يتآمر عليا؟ لا. يبقى مفيش جواز من خديجة إلا ما تجيب لي أي حد متآمر. هات لي أي حد قول لي ده متآمر اقتله بإيدي. أجيب لك أي حد متآمر بس اتجوزني خديجة يا مولاي. المهم تجيب لي المتآمر. حاضر يا مولاي، أجيب لك متآمر يا مولاي. تفضل 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 مولاي. أنا آسف. مولاي حط النقط على
الحروف قبل ما نطلع سوا عروف، والسلك لمس يا فول مدمس، انا عايزه اغمس جعان هموت. دي مش هيام، ده انت دخلتي في حاجه تانيه خالص. يعني عموما يا هيام انا تحت امرك، اتفضلي. مولاي كان ليا طلب عندك. اتفضلي. ممكن تمنع وجود الجواري هنا في الحرم لك؟ معقوله؟ انا عندي حوالي 300 جاري هستغنى عنهم بسهوله كده، وازاي يبقى في حرم لك من غير جواري؟ يا مولاي الغيره بتاكلني. الغيره بتاكلك؟ اه. ما تقلقيش، عمرها ما تخلص عليكي ابدا يعني. بجد يا مولاي؟ عموما انا ممكن اخلي الجواري كلهم يمشوا وما يفضلش غيرك انت بس يا هيام هاني. اه. بس على شرط. ايه؟ الراجل الضيف اللي جاي لنا من قبرص ده عايزين نرحب بيه، وهم سلو بلدهم، اللي يرحب بيهم اما يتحط لهم عصير يشرب العصير كله. هيتحط قدامه كوبايتين، لو شربتيهم هستغنى عن الجواري. هشرب الكوبايتين؟ اه يعني دي حاجه بالنسبه لك سهله متهيألي يعني. ماشي يا مولاي، تمام، اتفقنا. اتفقنا. في الحاله دي همشي الجواري كلهم. ماشي يا مولاي. يلا اتفضلي اتفضلي. تعال تعال، انت واقف مش عارف تعمل ايه، تعال اتفضل اتفضل. تعالى يا كرياكو، مفيش حد. تعالى. اسمها انا حبيبتي، بقالي 3 سنين ما شفتكيش، عامله ايه؟ انا حامل يا كرياكو. ايه ده مني؟ انا اخر مره شفتك كان من 3 سنين. هو انا جامد قوي كده؟ في ايه يا كرياكو؟ انا من اصول هنديه، بنحمل بعد 3 سنين عادي. ايه ده؟ يعني انت عامل بقالك 3 سنين؟ يعني الواد ده في بطنك عنده 3 سنين دلوقتي؟ اعملي له سونار بقى صوفي، عايز جلك كراسه الدراسات لانه ايه؟ ما تقلقش عليه، هو تمام. اهم حاجه دلوقتي يا كرياكو ما تشربش السم اللي السلطان هيديهولك. السلطان هيحط لك السم في المشروب. ايه ده؟ بس انا عطسان والله العظيم، رقي ناسف، مش قادر، نفسي اشرب اي حاجه. انت عبيط ولا ايه؟ هتموت يا كرياكو. لا هموت، لا خلاص مش هشربه، ادام هموت. السلطان شكله جاي كده ولا ايه؟ خلي بالك يا كرياكو، اوعى تشرب من السم. مش هشربه، مش هشربه خلاص. لا سلام يا كرياكو، مش هشربه خلاص. ايه ده؟ خلاص قلنا مش هشرب المشروب، في ايه مشكله يعني؟ مش فاهم. وإيه الأخبار؟ كله تمام؟ لا دول زي الفل هنا. آه تمام كرياكو، إحنا بنرحب بيك يعني، ومنورنا في القصر، وكل الرجالة بتوع القصر هيجوا يحتفلوا بيك. رجال القصر؟ أيوة يا مولاي، أيوة. رجال القصر، أنت أول واحد تيجي؟ أقف ساكت. يا رجال القصر، إحنا بنرحب. عمرك يا مولاي السلطان العظيم. لا بنرحب بكرياكو، ويا ريت احتفالا بينا قدم له العصير. تفضل قدم العصير. انت ممكن اشرب العصير بعد الغدا؟ اشرب. هو ده مكوخه؟ اوعى يا عم. ايه ده؟ مش قادر اشرب بعد